اهلا بكم من اي دي اس سيكيورتيز في ابو ظبي. تشير تقديراتنا بالنسبه للاوزي دولار بوجود اجواء سلبيه حذره تحت مستوى ال 1.0431. النمط الاوسع نطاقا لهذا الاسبوع يميل الى الايجابيه، فمنذ ادنى مستويات شهر اكتوبر هيمن على السوق نمط ايجابي للشراء عند هبوط الاسعار، وراينا مستويات الزخم الايجابي ترتفع مما يشير الى ان رغبه الشراء قويه. ولكن في المقابل هناك إشارات لتردد المستثمرين، فمنذ الشهر الماضي فشلت حماسة المستثمرين بالتواصل فوق مستوى 1.04 وقد رأينا ذلك اليوم أيضا، فمنذ أدنى مستويات التداول في آسيا عند 1.0431 قد توقفت رغبة الشراء. من هنا أقول أن الأجواء سلبية ولكن حذرة تحت مستوى 1.0431، والمستويات المستهدفة هي 1.0376 و 1.0356. شكراً.